شباب الثانوية العامة، ازيكم؟ معاكم أسماء محسن، رابعة حقوق إنجلش جامعة عين شمس. أنا النهاردة موجودة معاكم إن شاء الله عشان أجاوب على شوية أسئلة. الأسئلة دي كانت بتقابلني أنا شخصيا لما جيت أدخل الكلية. إحنا هنتكلم قبل أي حاجة، إيه هي كلية حقوق؟ كلية حقوق دايما المتداول عنها حاجتين. أول حاجة إن هي كلية حقوق بس، ناس كتير قوي ما تعرفش إن كلية حقوق ليها أقسام. وتاني حاجة متداولة عن كلية حقوق ان كلية حقوق كلية مجاميع قليلة، ان كلية حقوق ما بيدخلهاش غير مجاميع قليلة، الناس اللي بتبقى بقى دور تاني ومجاميع صغيرة. وده يا جماعة مش صح خالص. احنا هنتكلم النهاردة عن قسم انجليش اللي هو القسم بتاعي من الكلية. هنبدأ اول حاجة بشروط التقديم. شروط تقديم الكلية ملهاش اي شروط خالص، انت بتقدم بالشكل الطبيعي خالص للتقديم، من استمارة نجاح لشهادة الثانوية العامة لأوراق لكل الكلام ده. هو شرط وحيد بس انه درجة الانجليش بتاعتك في ثانوية عامة تكون عالية. بتختلف طبعا التنسيق الداخلي ده من دفعة لدفعة. انا دفعة 2016 كان التنسيق الداخلي ودرجة الانجليش كانت بادئة من 52. طبعا في دفعات تانية بتختلف، بتبقى اكتر بتبقى اقل، ده طبعا على حسب التنسيق الداخلي للكلية والكلية شروطها بتطلب ايه ساعتها. تاني حاجة بنتكلم فيها ان الكلية بتقبل شعبة علمي وادبي، بتقبل من الشعبتين عادي باختلاف بسيط واحد بس، انه دفع انه الشعبة علمي بتاخد مجموع اقل شوية من ادبي. برضو دفعة 2016 كانت بدأت تاخد من 68% او 67% تقريبا فيما فوق. طبعا ادبي كانت اكتر شوية. تالت حاجة بنتكلم فيها وهي المواد، مواد بتاعت الكلية. المواد بتاعت الكلية هي مش هقدر اقول سهلة او مش سهلة، لانه طبعا اي كلية فيها مواد سهلة ومواد صعبة، مواد دكاترتها كويسة، مواد دكاترتها بتصعب الدنيا شوية، امتحاناتها كويسة، في دكاترة امتحاناتها بتبقى لازم فيها سؤال للطالب اللي هو الاوائل. فهي موادها بتتراوح ما بين 7 مواد، ده ماكسيموم، مينيموم بتبقى 4 مواد. اصعب سنة في الكلية هي سنة تالتة، وفي اجماع طبعا من الناس كتيرة قوي 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 على انه سنة تالتة كانت اصعب سنة طبعا بتقابلنا في الكلية، وهي متهيألي اكتر سنة خدنا فيها مواد، وهو وصل ساعتها ل7 مواد. عندنا مادة كل سنة بتبقى مادة سكشن. سكشن دي بتبقى جزء تكميلي لمادة تانية عندنا اساسية. السكشن ده بتبقى ب20 درجة. احنا كلنا في كلية حقوق بنعتبر السكشن ده كادو من الدكاترة لينا، لانه درجاتها بتبقى مضمونة، امتحاناتها بتبقى مضمونة معروفة. وبتبقى اتندنس، هي المادة الوحيدة اللي في كلية حقوق ليها اتندنس، حقوق ملهاش اتندنس خالص. وبنبقى داخلين ضامنين ال20 درجة بتوع السكشن. بالنسبة للمواد فاحنا بندرس مواد كتيرة على مدار ال4 سنين، ومواد مختلفة بس قوانين أساسية بتفريعاتها بقى. عندنا قانون مدني، قانون إداري، قانون تجاري، عندنا قانون جنائي. طبعا مش هينفع أدخل في تفاصيل المواد دي لأن هبان إن أنا بعقد الدنيا، غير طبعا لما تبقى على أرض الواقع وبتدرس الكلام ده. تاني حاجة بنتكلم فيها أو تالت حاجة بنتكلم في النتيجة. النتيجة بتاعت كلية حقوق مختلفة شوية عن بقية الجامعات والكليات، فهي بتبقى ترمين على بعض زيها زي الثانوية العامة. بتبقى الترمين على بعض. طبعا انت بتخلص امتحانات الترم الاول، انت مش بتبقى عارف انت ناجح ولا لا، ما بتبقاش عارف انت عملت ايه في المواد طبعا، ودي للاسف بتبقى اسوأ حاجة، بس احنا يعتبر اتعودنا عليها من ثانوية عامة. يعني احنا من ثانوية عامة وبعدها على مدار ال4 سنين ما بنبقاش طبعا عارفين احنا عملنا ايه، بنستنى النتيجة، وللاسف برضو بتطلع النتيجة بتاعتها متأخر قوي قوي قوي، وبتبقى مثلا على اخر شهر 8 او نص شهر 8 حاجة كده. بنبدأ نتكلم بعد كده عن مجالات الشغل بعد ما نتخرج من كلية حقوق او الشغل خلال سنوات الدراسة. انت بيبقى عندك options كتيرة قوي، وهي التريننج في فترة الدراسة. بتبدأ طبعا التريننج من سنة تانية لان انت بتبقى محتاج نتيجة معتمدة من الجامعة واثبات قيد وحاجات زي كده. تبدأ تنزل تريننج عندك مكاتب محاماة، عندك بنوك، مجالاتها واسعة شوية. بالنسبة للشغل بعد كده
احنا في قسم انجليش عندنا حاجات اكتر، عندنا فرص اكتر شوية، من ضمنها السفارات، بنوك دولية، شركات دولية، وطبعا الاساس اللي هو القضاء، نيابة عامة للولاد، طبعا نيابة ادارية ولاد وبنات، مجلس الدولة. عندنا اوبشنز كتيرة موجودة. يا رب اقدر اكون في التوكو النهاردة في الفيديو ده. ولو في اي استفسار او اي سؤال ياريت تبعتولنا على البيج. شكرا ليكم.